بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب المغازي شرح فتح الباري شرح صحيح البخاري ترجمة 75. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي. قال حدثنا أبو نعيم وقال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا قد هلكت، عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر نجتي. كان أبو هريرة يدعو هذا الدعاء وهو في الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا ليلة من طولها وعنائها، على أنها من دارة الكفر، دارة يعني دائرة الكفر نجتي. وأبقى غلام لي في الطريق، يعني هرب يعني منه، وأبقى غلام لي في الطريق، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام، ظهر الغلام الذي هرب أو أبق، إذ طلع الغلام فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو لوجه الله. فأعتقته فرحا بالإيه بالإسلام. قوله: قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي، بفتح المهملة وسكون الواو، مهملة هي الدال، يقصد الدال وسكون الواو بعدها مهملة اللي هي السين. تقدم نسبهم في غزوة ذي الخلصة، وطفيل بن عمرو أي ابن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس، كان يقال له ذو النور آخره راء، لأنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قومه فقال: اجعل لي آية، آية هنا يعني علامة، فقال: اللهم نور له. فسطع نور بين عينيه. ممكن نقول هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول هي كرامة لهذا الصحابي، فكان في نور بين عينيه. فقال: يا ربي، أخاف أن يقولوا إنه مثله. فتحول إلى طرف صوته، النور بقى كطرف الصوت يضيء، وكان يضيء في الليلة المظلمة. ذكره هشام بن الكلبي في قصة طويلة، وفيها أنه دعا قومه إلى الإسلام فأسلم أبوه ولم تسلم أمه، وأجابه أبو هريرة وحده. قلت: هذا يدل على تقدم إسلامه. وقد جزم ابن أبي حاتم بأنه قدم مع أبي هريرة بخيبر، وكأنها قدمته الثانية، كأنه قدم هذه المرة الأولى، لأنه رجع ودعا قومه فأسلم أبوه ولم تسلم أمه، وأسلم يعني أبو هريرة، وأتى معه في القدمة الثانية لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: عن ابن ذكوان هو عبد الله أبو الزناد. قوله: اللهم اهد دوسا وأت بهم، وقع مصداق ذلك، فذكر ابن الكلبي أن حبيب بن عمرو بن حثمة الدوسي كان حكيما على دوس، وكذا كان أبوه من قبله، وعمر 300 سنة، وكان حبيب يقول: إني لأعلم أن الخلق خالقا، لكني لا أدري من هو. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه ومعه 75 رجلا من قومه، فأسلم وأسلموا. وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الطفيل بن عمرو ليحرق صنم عمرو بن حثمة الذي كان يقال له ذو الكفين بفتح الكاف وكسر الفاء، فأحرقه. وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن الطفيل بن عمرو استشهد بأجنادين في خلافة أبي بكر، وكذا قال أبو الأسود عن عروة بن الزبير. وجزم ابن سعد بأنه استشهد باليمامة، وقيل باليرموك.
اليمامة طبعا في عهد أبو بكر، واليرموك في عهد عمر. قوله حدثنا إسماعيل وابن أبي خالد عن قيس وابن أبي حازم. قوله لما قدمت أي أردت القدوم، زي إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. قوله قلت في الطريق، تقدم شرح مستوفى في كتاب العتق. وقوله في هذه الرواية وأبقى غلام لي، لا يغير قوله في الرواية الماضية في العتق فأضل أحدهما صاحبه، كأنهم انتهوا من بعضهم، لأن رواية أبقى فسرت وجه الإضلال، وأن الذي أضل هو أبو هريرة بخلاف غلامه فإنه أبقى. يبدو أن فيه سقط في المخطوطة، يقول أبو هريرة مكانه، قل في الهامش في العبارة غموض أو سقط منها شيء، فلذلك أطلق أنه أضله، فلا يلتفت إلى إنكار ابن التين أنه أبقى. وأما كونه عاد فحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينافيه أيضا، لأنه يحمل أنه رجع عن الإباق وعاد إلى سيده ببركة الإسلام. زي الواحد يصلي مثلا فيريد مصلحة فتنقضي، أو فلعل بركة الإسلام كان من الثواب المعجل أن رجع له هذا الغلام الذي أبق يعني هرب منه. ويحتمل أن يكون أطلق أبقى بمعنى أنه أضل الطريق، فلا تتنافى الروايتان. ترجمة 76. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب قصة وفد طيء وحديث عدي بن حاتم اللي هو الطائي. قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم أنه قال أتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم، فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ الوعدي بن حاتم قال بلى، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي فلا أبالي إذن، يعني كأنه يعني كفى أن عمر يعرفه رضي الله عنه، لا أبالي يعني إذا لم يقدم له شيئا أو إذا لم يترتب على هذه المعرفة شيء، فكفى أن عمر رضي الله عنه يعرفه. قول وفد طيء وحديث عدي بن حاتم أي ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج ابن امرئ القيس بن عدي الطائي، منسوب إلى طيء. عدي الطائي طبعا مشهور بالكرم، يعني منسوب إلى طيء بفتح المهملة وتشديد التحتانية اللي هي الياء المكسورة بعدها همزة، ابن أدد ابن زيد ابن يشجب ابن عريب ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ، يقال كان اسمه جلهمة فسمي طيئا لأنه أول من وطئ أول من طوى بئرا، ويقال أول من طوى المناهل. وأخرج مسلم من وجه آخر عن عدي بن حاتم أنه قال أتيت عمر فقال إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طي، فرحوا بها يعني. جئت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد أحمد في أوله أتيت عمر في أناس من قومي فجعل يعرض عني فاستقبلته فقلت أتعرفني؟ فذكر نحو ما أورده البخاري ونحو ما أورده مسلم جميعا. قوله حدثنا عبد الملك وابن عمير وعمر بن حريث هو المخزومي صحابي صغير، وفي الإسناد ثلاثة من الصحابة في نسق. قوله أتيت عمر أي في خلافته فجعل يدعو رجلا رجلا يسميهم أي قبل أن يدعوهم. قوله بل أسلمت إذ كفروا إلى آخره، يشير بذلك إلى وفاء عدي بالإسلام والصدقة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أن قبيلته لم ترتد عندما ارتدت العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة الصديق رضي الله عنه. فذلك قال له أسلمت إذ كفروا يعني ارتدوا عن الإسلام، يشير إلى وفاء عدي بالإسلام والصدقة، لأنه أن المرتدون هؤلاء بعضهم من ارتد فعلا عن الإسلام، بعضهم من منع الصدقة جحدا بفرضيته، بعضهم من منعها بخلا، وبعضهم من منعها تأولا لقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعطينا مكانها الزكاة، يعني الزكاة اللي هي بالدعاء يعني يدعو لهم، فرفضوا أن يؤدوها لأحد بعده. وأطلق على هذه الحروب حروب الردة تغليبا أو إجمالا، لم يكونوا جميعا مرتدين،
لأن من منعها بخلا لا يكون مرتدا، وكذلك المتأول عنده شبهة، ولكن أطلق عليه حروب الردة تغليبا وليس حكما بردتهم جميعا. وطبعا قاتلهم أبو بكر الصديق لأن القتال لا يكون المرتد وحده، ولكنهم منعوا يعني شعيرة من شعائر الإسلام وتجمعوا على ذلك، فقال والله لو منعوني عقالا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. وقال لا أقتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، وهي قرينتها في كتاب الله عز وجل. فقول بل أسلمت إذ كفروا يشير بذلك إلى وفاء عدي بالإسلام والصدقة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه منع من أطاعه من الردة، وذلك مشهور عند أهل العلم بالفتوح، أن قبيلته لم تمنع الزكاة ولم ترتد كما ارتدت قبائل العرب. قوله فقال عدي فلا أبالي إذن، أي إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي إذا قدمت على غيري أو إذا قدمت على غيري. وفي الأدب المفرد للبخاري أن عمر رضي الله عنه قال لعدي حياك الله من معرفة، وروى أحمد في سبب إسلام عدي أنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كرهته فانطلقت إلى أقصى الأرض مما يلي الروم، ثم كرهت مكاني فقلت لو أتيته فإن كان كاذبا لم يخف علي، فأتيته فقال أسلم تسلم، فقلت إن لي دينا، وكان صنيا فذكر إسلامه، يعني قصة إسلامه. وذكر ذلك ابن إسحاق مطولا، وفي أن خيل النبي صلى الله عليه وسلم أصابت أخت عدي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليها لكرم أبيها يعني أو طمعا في إسلامهم يعني، فأطلقها بعد أن استعطفته بإشارة علي عليها، فقال له هلك، فقالت له أخت عدي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هلك الوالد أبوها المشهور بالكرم، وغاب الوافد، فمن على علي من الله عليك، قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم، قال الفار من الله ورسوله، كما بينا في أنه هرب لأقصى البلاد يعني من أقصى البلاد العرب من جهة الروم يعني. تقول فلما قدمت بنت حاتم على عدي أشارت عليه بالقدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم وأسلم. وروى الترمذي من وجه آخر عن عدي بن حاتم أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال هذا عدي بن حاتم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقول إني لأرجو أن يجعل الله يدي في يده. باب حجة الوداع. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة. طبعا أهلوا بعمرة يعني يستمتعون بها إلى الحج، نحن خارجين للحج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، لو يكون قارنا يعني، فلا يعني يفك إحرامه إلا بعد أن يبلغ الهدي محله. فقدمت معه مكة وأنا حائض، فحاضت قبل أن تصل إلى مكة. تقول ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، أن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة، الطواف بالبيت الصلاة، ففعلت فلما ولا بين الصفا والمروة فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. نائت تهل بالإيه بالحج وتغير نية العمرة إلى الحج، لأن طواف الحج اللي هو طواف الإفاضة يعني يمكن تأجيله حتى تطهر من الحيض، والوقوف يعني بعرفة والدفع المزدلفة ورمي الجمرة كل هذا لا يشترط له الطهارة يعني. ثم لما يعني يرتفع الحيض وتغتسل تطوف بالبيت. تقول ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم، لو أدنى الحل يعني
حدود الحرم، فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك، قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، اللي هم حتى اللي كانوا أهلوا بالحج أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن معهم هدي أن يفسخوا الحج إلى عمرة، فلما طافوا وسعوا أمرهم بأن يتحللوا ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر، لأن المتمتع يبقى عنده طواف للعمرة، طواف النسك يعني، طواف للعمرة وطواف للحج، والقارن بين الحج والعمرة عليه طواف واحد. لذلك مناسك المفرد بالحج يعني زي مناسك القارن، لأنه بيطوف طواف واحد الحج والعمرة، فزي المفرد زي القارن، ولكن المتمتع بيأدي عمرة يعني كاملة وفيها طواف وسعي، والحج له طواف وسعي. يقول ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قول باب حجة الوداع يقول بكسر الحاء وبفتحها، حجة أو حجة الوداع، وإله الناس حج البيت، يجوز بالكسر وبالفتح، وبكسر الواو وبفتحها الوداع أو الوداع. وذكر جابر، وطبعا أجمع حديث للحجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر في صحيح مسلم، يقول ذكر جابر في حديثه الطويل في صفتها كما أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين، أي منذ قدم المدينة لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وقع في حديث أبي سعيد الخدري ما يوهم أنه صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر غير حجة الوداع، أنه كان بيحج يعني، قالوا كان بيحج كل سنة قبل الهجرة يعني. وعند الترمذي من حديث جابر حج قبل أن يهاجر 3 حجج، وعن ابن عباس مثله أخرجه ابن ماجه والحاكم، قلت هو مبني على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمنى بعد الحج، فإنهم قدموا أولا فتوعدوا، ثم قدموا ثانيا فبايعوا البيعة الأولى، ثم قدموا ثالثا فبايعوا البيعة الثالثة، ثم قدموا ثانيا فبايعوا البيعة الثانية، كما تقدم بيان أول الهجر. كأنه يقول نحن متأكدين من الثلاثة دول أن هم أن نقابلهم عند عقبة منى في موسم الحج، فبيقول دول متأكدين منهم، ولكن هذا لا يمنع أنه كان يحج يعني قبل ذلك كل سنة وهو في مكة قبل أن يهاجر. يقول وهذا لا يقتضي نفي الحج قبل ذلك، وقد أخرج الحاكم بسند صحيح إلى الثوري أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر حججا، وقال ابن الجوزي حج حججا لا يعرف عددها، وقال ابن الأثير في النهاية كان يحج قبل سنة كل سنة قبل أن يهاجر. وفي حديث ابن عباس أن خروجه من المدينة كان 5 بقين من ذي القعدة، طبعا السنة العاشرة، أخرجه المصنف يعني البخاري في الحج في كتاب الحج، وأخرجه هو ومسلم من حديث عائشة مثله، وجزم ابن حزم بأن خروجه كان يوم الخميس، وفيه نظر لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس قطعا لما ثبت وتواتر أن وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة، فتعين أن أول الشهر يوم الخميس فلا يصح أن يكون خروجه يوم الخميس، بل ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة، لكن ثبت في الصحيحين عن أنس صلينا الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2، يعني هو بينفي أنه خرج يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحج صلى بالمدينة 4 صلاة الظهر، يعني ما كانتش جمعة، لو كان يوم الجمعة كان صلى الجمعة لأنه مقيم، والعصر بذي الحليفة 2، فدل على أن خروجه لم يكن يوم الجمعة، فما بقي إلا أن يكون خروجه يوم السبت. ويحمل قول من قال 5 بقين، أي إن كان الشهر 30 فاتفق أن جاء 29 فيكون يوم الخميس أول ذي الحجة بعد مضي 4 ليال لا 5، وبهذا تتفق الأخبار.
هكذا جمع الحافظ عماد الدين بن كثير بين الروايات، وقوى هذا الجمع بقول جابر أنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع، وكان دخوله صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة أربعة ذي الحجة كما ثبت في حديث عائشة، وذلك يوم الأحد، يعني حتى يكون يعني عرفة يوم الجمعة لأن هذا ثابت يعني. وهذا يؤيد أن خروج المدينة كان يوم السبت كما تقدم، فيكون مكث في الطريق ثمان ليال، وهي المسافة الوسطى. ثم ذكر المصنف في الباب 17 حديثا تقدم غالبه في كتاب الحج مشروحة، وسأبين ذلك مع مزيد فائدة. يقول الحديث الأول حديث عائشة، وقد تقدم شرح مستوفى في باب التمتع والقران من كتاب الحج. اكتفي بهذا القدر، أقول قبلي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.